الثاني أولاً الإشكالية المرتبطة بالقدرة الشرائية وبالأسعار والإشكاليات الاجتماعية، هذا موضوع انشغال واشتغال أساسي عند الحكومة. نحن معنيون بالانشغال على دعم القدرة الشرائية، وهذا توجه، واليوم السيد رئيس الحكومة أكد على الأوراش ذات الطابع الاجتماعي المرتبطة بهذا الأمر، وهنالك لجنة يشرف عليه السيد رئيس الحكومة تشتغل على دراسة أسعار المواد الأساسية والأكثر استهلاكا ودراسة تركيبتها من أجل تحديد آليات التدخل فيها. بالتالي نحن في التوجه العام معنيون بذلك، معنيون بالعمل على دعم القدرة الشرائية وعلى معالجة الإشكاليات المرتبطة بها. ولهذا السبب السيد رئيس الحكومة حريص على التفعيل وإطلاق الحوار الاجتماعي، وأن بعض الإجراءات التي ارتبطت بالحوار الاجتماعي كما جاء في كما أعلن عن ذلك في البرلمان، أن بعض الإجراءات سنتقدم نحو تنفيذها، خاصة الإجراء المتعلق بالتعويضات العائلية والذي سيشمل شرائح واسعة، يعني ما لا يقل على 1.5 مليون موظف وبغلاف مالي سيناهز 1 مليار درهم. وهذا الإجراء الاجتماعي نعم هو غير كافي، لأن هناك إجراءات اجتماعية أخرى مرتبطة بالحوار مع النقابات، ونحن بالنسبة إلينا معنيون بأن نخرج بحزمة إجراءات اجتماعية لفائدة خاصة لفائدة الفئات الفقيرة والهشة.